السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا كنرحب بكم وكنوجه لكم ألف تحية وتحية. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اللي شاركت معاكم، توصلوه لأكبر عدد من اللايكات وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي مع الأهل والأحباب والأصدقاء باش يستفيد الجميع. وبالنسبة اللي عاد التحق بالقناة وتعرف عليها، يفعل الجرس باش يدير اشتراك في القناة، ويختار اختيار الكل باش يتوصل بجديد الفيديوهات. اتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشوفوه حتى الاخير. ها هي الشور ديال المطيشة، كنت حاطهم في المجمد، بقيت كنجمع فيهم، تجمعت كمية كبيرة. هي هادي، هادي نديرها في طنجرة في الدار أو شي طنجرة كبيرة. هي جامدة كما كتشوفو. عندي كمية أخرى هادي في هاد البلاستيك الغذائي. على القليل من الملح وندير الطين. نار مهيلة. ها هي طابت، من بعد ما بردات غادي نحطها في الكأس ديال الخلاط باش نطحنها. يمكن لكم لو بغيتوا تطحنوها حتى بالميكسور او الهاند بلندر تطحنوها به. خديت هنا صفاية، غادي نصفي طماطم، نتكلي هادي باش تصفى. كتشوفوا اللون طبيعي مع انني ما درت لا ملون لا حتى شي حاجة، اللون الطبيعي ديال الطماطم. هي الطحنات، انا صفيتها هنايا، بقى عندي هذا الشيء، هذا كنبقى ندير ليها بالمعلقه هكا هكا كتصفى. هذاك الشيء كنحطه هنا. بالنسبه لهذا غادي ندير فيه داك باش نصوب الكيتشوب المنزلي. انا مدرت فيه حتى شي ملون، اكتفيت بهذا اللون هذا. بالنسبه لهذا، هذا كنديرو في المجمد او الكونجيلاتور، كنديرو يا اما في الحوت يا اما في الحريره المغربيه او اي صوص لي بات بالنسبه للمعجنات. من بعد ما غادي نشعل الغوطة على نار مهيلة، غادي نزيد السكر ونشا الذرة ورشة والملح، قليل من الملح لتصحيح الذوق. غادي نبقى نحرك. نعدير على التصوير لانني كنصور بعيد. كنحرك، نبقى نحرك
تشيدوه بهذه المكونات، تذوب النشا والسكر والملح جامد مع الخليط، ما يلصقوش ليا ويتحرق ليا المكونات وتخسر ليا الوصفه. غادي نبقى نحرك كنواصل التحريك. الخليط هو بدا يتقال، كندوز على الجوانب باش ما تبقاش حاجة لاصقة. كنواصل التحريك الخليط هاهو تقال، البخار ما كيبينش مزيان، هاهو بدا الفقاعات ما شتو. غادي نطفيو عليه دابا، واللي عنده هاد القوام هذا غادي نحطو في المجمد او الكونجيلاتور حتى نحتاجو. يمكن نحتاجو الحريرة، الكسكسو، المرقة، وصفة ديال الحوت، جميع الوصفات نقدر نحتاجو فيها، بيتزا. هذا لاصوص اللي بقى ليا الفوق ما تصفاش، وهذا الكيتشوب ديالي غادي نخليه حتى يبرد مزيان عاد نديرو في قراعي باقى فيه البخار. هذه هي الكميه اللي خديت من قشور الطماطم كما لاحظتوا. اذا بالتكلفه منعدمه صفر درهم قدرت نحصل على هذه الكميه الكبيره من الكيتشوب.